أريد قطعة أخرى من الحلوى. يكفي الحلوى الكثيرة تجعل الهضم عسيرا. تأخذ هذه وأعيدها. أعدها بسرعة. شكرا يا أحسن أم. ماذا تفعل يا بني؟ أصطاد سمكا، سمكة كبيرة تكفينا جميعا. بهذا الخيط ستصطاد سمكة كبيرة؟ لقد وجدت سنارة فربطتها بالخيط. ولماذا لا تصطاد حوتا؟ أبي الخيط يتحرك. لكن لما توقفت الحركة؟ لا لم تتوقف بعد. انظر لقد اصطدت سمكة. اسحب الخيط بهدوء. سوف احاول ذلك يا ابي. هذا الخيط لا يصلح للصيد. الخيط طويل. هيا 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 هيا. لقد انقطع الخيط. هذا مؤسف. جديتي لأين تأخذني؟ سنذهب إلى بيت عمتك. وصلنا إن شاء الله. وأخي أين هو الآن؟ وصل مكة المكرمة؟ لا أظن أنه وصل الآن. الطريق طويلة وشاقة. يا أم عمار. أهلا أهلا أخي. سلمى معك؟ تفضلا. شكرا. جاءني خطاب من أهل مرسية سأحضره. سأترك سلمى معك. تعالي يا سلمى تعالي. هذا ابني عمار. سأذهب لصلاة الظهر في المسجد وسألقى الرجل هناك إن شاء الله. سلمي على أبي عمار. ربما أحضر غدا. اعتني بالأولاد. مع السلامة. تبدو وكأنك ذاهب إلى معركة. أم عثمان. يا أم عثمان. ماذا؟ أين عثمان؟ لا أدري. لربما خرج يتنزه قليلا. الساعة. حاولت النوم فلم أستطع، لذا خرجت لرؤية النجوم. اشتقت لجدي وأختي. كن رجلا يا عثمان. ألم تشتق لهما؟ كلما تذكرتهما تدمع عيناي. كيف لا أشتاق لوالدي وابنتي؟ أبي انظر، انظر بديع خلق الله. هذه النجوم المتناثرة والقمر ومجموعة نجوم درب التبانة، كلها تدل على خالق مدبر واحد. هذا كله جعلني أتذكر أني عبد الله وأني سأكون بعيدا عنكم بعد أن تتركوني في مكة. فبكيت. هذا من دلائل الإيمان بالله يا بني، ومن دلائل فطنتك، فأنت من أولي الألباب إن شاء الله. هيا أمك قلقة عليك، لنعد كي تطمئن عليك.
أين المساجد التي كنت أعرفها؟ لقد هدموها جميعا، قاتلهم الله. كنا نحن نحافظ لهم على كنائسهم. يا الله، أنطونيو كيف حالك؟ الشيخ أنس، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لقد جئت لزيارتك، منذ مدة طويلة جدا لم أرك يا أنطونيو. ما بك؟ لولا أن يدي متسختان لعانقتك يا عزيزي الشيخ أنس. لا عليك، هيا وستعرف بأني أقوى منك رغم كبر سني. كيف وصلت إلى هنا؟ لا تخاف جند الملك، إنهم لا يرحمون شيخا مسلما ولا امرأة ولا طفلا. كنت دائما أقول لك المسلم لا يخاف، وأنت ما الذي جاء بك إلى هنا؟ كنت تقول إنك ستسلم، ماذا جرى من بعدنا؟ يا شيخ أنس أرجوك لا تذكرني بذلك. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، لم يحفظوا لنا عهدا فهم لا إيمان لهم. أحمد الله أنك خرجت قبل فوات الأوان، وإلا لأصابك على أيديهم المكروه. يا شيخ، هل تفضل الحمام أم الطعام؟ أستحم أولا، ولكن ما هذه الكتب الكثيرة؟ ما عهدتك تقرأ كثيرا، هل أصبحت أمينا لمكتبة الكنيسة؟ نعم، لكنني لا أستطيع إعطائك منها أي كتاب، فهي محسوبة. لن أحرجك، ولكن هل تحملني إلى تلك الجزيرة المقابلة لأكون لك من الشاكرين؟ أحملك حيث تريد، لكنها جزيرة مهجورة ولا أحد فيها. أنا أعرف بأنها مهجورة ولا يذهب إليها أحد، ولذلك أريد الذهاب إليها. لكنني سمعت أن فيها كتبا قيمة كهذه. خسارة إذا وصلوها، فعلا فيها كتب قيمة جدا، تحملت المخاطر الكبيرة للوصول إليها، أسأل الله العافية. لقد نبشوا الحجر والبحر ولم يتركوا شيئا. سأذهب. هل ستعود؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى. الجزيرة ليست بعيدة من هنا على كل حال، سأحملك إليها ثم أعود. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. سأحضر لك عصيرا، هذا موسم الكرز. أحب عصير غرناطة اللذيذ. ركبتاي، السن يا شيخ أنس. لست مرتاحا من هذا القبطان، أخشى أن يغدر بنا كما غدر أمثاله بمهاجري غندا، أخذ أموالهم وباعهم للقراصنة. كان يجب أن نصل منذ فترة. لن يستطيع فعل شيء بني، لأني لم أعطه كامل الأجر، إنه إيطالي لا علاقة له بما يجري، والإيطاليون يخشون سطوة العثمانيين. انتبه إلى درس أبيك يا عثمان. أبي انظر هناك. الدلافين مخلوقات ذكية، ولكن الدلفين أكبر من هذا. هذه كبيرة ولكنها بعيدة. الإنسان أذكى منها بكثير، أليس كذلك؟ العقل نعمة من الله، وهبها للإنسان وأرسل له الرسل لبدايته والكتب لاتباعها، ووهبه الإرادة. لا يا عثمان، ابتعد عن السور. قراصنة، سفينة قراصنة تتجه نحونا. اطفنا يا الله. اللهم نجنا من المهالك. يا ساتر يا الله يا ساتر. لا تخافوا لا تفزعوا، بحار زق ناقوس الخطر. ايها البحار اسرعوا، ارفعوا الاشرعة، هيا بسرعة، هيا تحركوا. كان الرجل محقا. عثمان كن مؤمنا، لا تفزع يا بني، وثق بالله. انهم يقتربون منا كثيرا، انظر ماذا يفعل المجدفون، هيا تحرك. لا تخافوا، اريكم معنا ولن يصلنا على الغاد ابدا. الرياح لصالحهم كما هي لصالحنا ايضا.
إنه يهدي ولا يعرف ما يقول. هل هذا محاض؟ ليلة حاسمة. أمرك سيدي. لماذا لا تسرع السفينة؟ أخبرني. المجدفون مرهقون. مرهقون؟ لا يعرفون إلا الأكل والشرب والنوم. كسالى لا ينفعون لشيء. اجلد كل ما لا يجدف بنشاط. طبعا السفينة ليست سفينتهم. اسمع، خذ كافة المسافرين الشباب ليجدفوا معهم. لا تسمح لأحد بالتوقف عن التجديف حتى الغروب. ألا يكفيهم بأني أنقلهم على سفينتي وأخلصهم من الموت كذلك؟ كل من لا يتعاون معك اجلده ولا ترحمه. هل كلامي واضح لكم جميعا أم أعيده عليكم مرة ثانية؟ هيا بنا إلى القمرة، سيأخذوننا إلى التجديف. ابقوا هناك ولا تخرجوا، اعتصموا بالصلاة والدعاء. هذه السرعة لا تكفي، هيا أسرعوا أسرعوا، اقتربنا منهم. هيا سنأخذ أموالهم ونقتل كل من يحاربنا، ثم نأخذ الباقي ونبيعهم للكنيسة. سيدي سيدي، السفينة تبتعد عنا، إنهم يجدفون بسرعة فائقة. ما العمل يا سيدي؟ لن يفلتوا، أنتم أغبياء كلكم أغبياء. هذه ليست سفينة شحن، من المؤكد أن المسافرين يجدفون، لكن هذه بشارة لنا إنهم أغنياء وسنصبح أغنياء. هيا جذبوا، هيا رجال، هيا تحركوا، هيا استمروا بالتجديف، استمروا بالتجديف، جذبوا بقوة. هيا سيدي، هناك بحار يرفض التجديف. اقطع عنقه الآن. ماذا؟ لا تتأخر، اجعله عبرة لمن يعتبر. كلهم سيخافون بعد ذلك. هيا قلت هيا أيها السفينة، جذبوا بقوة. ما الذي حدث؟ لقد انكسر المجداف. قوة التجديف أكبر من قدرة المجداف على التحمل فانكسر. أصلحوا الفوضى وأنتم استمروا، عودوا كما كنتم. أعطني المجداف الاحتياطي، أنت قم وتحرك. هيا قم وتحرك. ألا تسمع؟ اقتربوا منا كثيرا يا لطيف. يا رب ساعدنا. هيا بنا نتسلح ونموت شهداء. هيا يا اخوتي. كفى قلت لكم اصمتوا، لا اريد ان اسمع صوتا منكم. ستغيب الشمس عما قليل ولن يرونا بعد ذلك. هيا كل الى مكانه، لا اريد رؤيه احدكم هنا. اطفئوا المصابيح، لا تشعلوا هيا مصباحا مهما كان السبب. هل كلامي مفهوم لكم؟ هيا تحركوا. قبطان اسمعني جيدا ايها القبطان. امرك سيدي، ماذا تريد؟ قلت لا خطر من سفينة القراصنة هذه، ولكنها الان ثلاث سفن لا واحدة، فما العمل؟ قل لي ايها القبطان. اعرف، ولكنني اريد تهدئة المسافرين. اظنك تعلم حقيقة الوضع جيدا، اننا في خطر كبير عن ابنك. يا الهي، عثمان سينظر ما هناك ويعود. عثمان ماذا يجب؟ هل من جديد؟ ثلاث سفن من القراصنة تلاحقنا الآن، لقد رأيتها بعيني. سأرى بنفسي. أنا متشائم، هل سنبقى مكتوفي الأيدي هكذا؟ لا شك أنهم قريبا
يلحقون بنا. عثمان، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذا جاء أجلنا ونلنا الشهادة فهي نعمة من الله. الجنة يا ولدي أسمى أمانينا. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وتب علينا. ماذا يفعل هؤلاء؟ هذه سفينة أم زورق نهري؟ مجدفون أو غاد؟ سأعطيهم درسا قاسيا. قطان، ثلاثة من المجدفين أغمي عليهم. إلى جهنم. كما ترى، فقد أدركنا الظلام سيدي. إذا لم نلحق بهم الآن سيهربون عنا. يجب أن تسرع وإلا فقدناهم، لن نستطيع رؤيتهم. لا، لن يفلتوا منا، سنتابعهم حتى الفجر. اغرب عن وجهي، هيا اغرب. ما رأيك يا عبد الله؟ أرى في الأمر خيانة كبيرة. لا أعتقد، لأنهم يحاولون جهدهم. حاول أن تهدئ النساء والأطفال، يجب أن يناموا. أمامنا يوم عصيب وشاق. سنحاربهم، فإما نصر وإما شهادة. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيا إلى القمران. هل اقتربوا منا؟ في الواقع ليسوا قريبين جدا، ولكنهم يقتربون. لا أعتقد أننا سنفلت منهم، لأن الشمس ستشرق قريبا. كنتم تجدفون طيلة الليل، فالتعب باد على وجهك. لو لم نساعدهم لكنا في قبضة القراصنة الآن. لقد قررنا فيما بيننا أن نهرب بالقوارب قبل أن تلتحم السفن ببعضها وقبل أن تشرق الشمس. ولكن هل سننجو يا أبي؟ بالقوارب؟ إن شاء الله. المسافرون الذين جاء دورهم للتجديف إلى أماكنهم بسرعة. أبي، لا تذهب أرجوك، ابق معنا. لا بني، كيف لا أذهب؟ إن بقيت هنا مؤكد سيمسكون بنا. أقصد قبل الأوان. أسرعوا أسرعوا، كسالى، لا تجدون إلى النوم. أطمأن كثير. ألا ترون أيها الأغبياء؟ لو فقدت أثرهم سوف تفقدون رؤوسكم. أقسم بعين الغالية إنني سأقتلكم. جدفوا جدفوا. بدأ الغسق يلوح في الأفق. قلت الغسق، بدأ الصباح إذن. وماذا عن الريح؟ هل هي قوية؟ نعم سيدي، لأن موج البحر أشد من الأمس. هذه بشارة خير. إذن لدينا أمران يعملان لصالحنا تماما. إذا اشتدت الريح وهبت عاصفة فلن يلحقوا بنا لأن أشرعتنا قوية. وأما الأمر الثاني فهو الضباب طبعا. يا رب أنقذنا من هؤلاء الأنذال ولا تقعنا بين أيديهم أبدا. أما أنت فاذهب وقل للمجدفين بأن يجدفوا بقوة. هيا